وزير البترول المهندس طارق الملا اعلن اليوم ان باذن الله على سنه 2020 يعني بعد 3 سنين تقريبا من دلوقتي باذن الله هتكون مصر قدرت تصل الى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبالتالي سيتوقف الاستيراد. وقال سداد قيمه شراء حصص الشركات من الزيت الخام والغاز في العام المالي اللي هو 15-16 بلغ حوالي 5.4 مليار دولار. كمان حال الوزير اتكلم على مسألة الزيادة اللي الناس بتتكلم عليها بقالها يومين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأخبار، زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل اللي هي بقت 1850 جنيه، قال ان في هيتم دراسة للبعد الاجتماعي والحالة الاجتماعية وممكن مع بنك ناصر الحقيقة ممكن وزارة التضامن الاجتماعي يكون في وسيلة لتقسيط هذه المبالغ. معانا على الهاتف الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أستاذ حمدي مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر حضرتك. عايز ادعم حضرتك بس الحقيقه بفكره ال 1850 جنيه، يعني في حوالي 300 جنيه زياده او 350 جنيه زياده. اولا ايه الدافع او ايه السبب؟ الدافع حضرتك ان قيمه رسوم التوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ثابته من عام 2005. احنا عندنا 11 شركه بتشتغل في مجال توصيل الغاز الطبيعي، منهم شركتين خاص تابع قطاع البترول والباقي قطاع خاص. انت عارف ان في خامات كتيره بيتم استيرادها من الخارج، وبالتالي هذا المبلغ اللي موجود دلوقتي ما بيكفيش الشركات دي كلها او ما بيساعدش الشركات ان هي تقدر تخلص الخطه بتاعتها. في نفس الوقت عايز اوضح ان تكلفه توصيل الوحده السكنيه 4200 جنيه، الدوله بتتحمل الفرق ما بين ال 1850 اللي هيدفعها العميل او المواطن والفرق ما بين ال 4200، وبالتالي هذا المبلغ هحول لحضرتك حاجه تاني. احنا هنزود تعامل البنوك مع المواطنين فيما يتعلق بالتقسيط. طبعا البنوك كان الفترات اللي فاتت كان في نظام تقسيط، لكن بعض البنوك كان بتحجم لان بعض المواطنين بيبقى لما بيتم توصيل الغاز بيبقى فيه بعض الاوراق ناقصه، الفاتوره نفسها ما بيدفعهاش، بعض المواطنين ما بتدفعش او البنك ما بيقدرش يحصل القسط بتاعه، فبالتالي كان في مشاكل. لكن احنا طبعا من خلال في تعاون مع وزاره التضامن بيتم دلوقتي ايجاد انظمه سداد ميسره، بيبقى قروض بالذات في المناطق اللي هي اشد احتياجا، يعني هيتم دراسه الحالات بالنسبه للمناطق، وفي نفس الوقت هيتم توسع البنوك فيما يتعلق بالتقسيط على ده خلاص يا فندم، يعني هيبقى في مناطق بعينها هيطبق فيها تقسيط رسوم الغاز؟ لا، هو في كل المناطق، في كل المناطق هيتم في كل المناطق التقسيط، لكن فيما يتعلق ببنك ناصر ويدي قروض ميسره جدا، واخد بال حضرتك، من خلال وزاره التضامن الاجتماعي وبنك ناصر هيعملوا دراسات حالات في المناطق ديت عشان يقدر يدوا قروض بشروط ميسره جدا او بظروف احسن من طيب هل بقى هيتم الاعلان عن ده يا فندم في شركات الغاز عشان الناس تعرف الاجراءات؟ هيتم كل الحاجات دي كلها قريب خالص. واحنا طبعا عايزين نوضح ان الغاز الطبيعي طبعا مهم جدا ان احنا نتوسع فيه عشان نقدر نخفف دعم البوتاجاز، انت عارف بنستورد حوالي طبعا اكتر من 50% من الاستيراد، واحنا عايزين نجري بالمشروع دوت، واحنا الهدف ان احنا ننتج يعني نوصل حوالي مليون، وبالتالي احنا بنحاول ان احنا نعمل نوع من التوازن ما بين التكاليف وما بين هوامش الربح اللي بالنسبه للشركة. هل يا فندم مستعدين، لان امبارح كانت معانا دكتوره سحر ناصر وزير التعاون الدولي وكانت بتتكلم ان الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي والشراكه الفرنسيه بيتكلموا على فكره التوسع من 11 محافظه ل 22 محافظه او 20 محافظه عفوا لايصال الغاز ليهم في خلال السنتين الجايين زي ما قالت لي 48 شهر عفوا 24 شهر. احنا موصلين الغاز الطبيعي لكل محافظات مصر، اخرها كان مطروح، لكن هو طبعا الوادي الجديد لسه ما وصلش، لكن احنا وصلنا الغاز فعلا لكل محافظات مصر. طب ايه يا فندم فكره ان هم كانوا المرحله دي 11 محافظه وهيتوصلوا ل 20 محافظه، وصلوا 20 محافظه، يعني ايه؟ احنا بقى حضرتك احنا دلوقتي بنعمل خطه حضرتك عشان خاطر نقدر نتوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالذات في الصعيد وبالذات في المناطق اللي هي اشد احتياجا عشان خاطر دي بتبقى فيها يعني الوصول للاقاليم في هذه المحافظات اللي ما كانش وصل لها، يعني تمام هنتوسع فيها. يعني في بعض كل المحافظات وصلوا، لكن في مناطق لسه ما وصلهاش بعينها، تمام، سواء في قرى او في
يعني نقدر نقول عام 2020 ان شاء الله بعد 4 سنين على الاكثر بنتكلم ان كل بيوت مصر فيها غاز طبيعي ونحقق اكتفاء من الغاز الطبيعي. ما تقدرش تقول كده لسبب ان في مساكن جديده حضرتك باستمرار بتتبني، في معدلات زياده في السكان، لكن احنا بنستهدف ان احنا نتوسع. احنا موصلين دلوقتي لغايه 7.6 مليون وحده سكنيه، لكن الخطه بتاعتنا ان احنا نتوسع باكثر من 1 مليون وحده كل سنه، وربنا يسهل ان شاء الله نقدر نغطي مصر كلها. طيب فكره المحصلين يا فندم، ليه بعض المناطق فيها المحصلين بيغيبوا بالشهور ما بيروحوش بشكل منتظم؟ هو حضرتك كانت الشكوى دي كانت في شهر فبراير في ديسمبر اللي فات ويناير، لان كان في بعض الاضرابات كانت موجوده في شركه بترو تريد. انا اعتقد ان حضرتك في الفتره اللي فاتت دي كلها كان في طبعا نوع من انواع التراكم في قراءات الاستهلاك، وكان في بعض الشكاوى من زيادات الاسعار. صحيح. لكن انا هقول لحضرتك ان الفتره الاخيره دي كلها في خلال الربع الاخير او النص او 6 شهور الماضيين تم حضرتك ابتدت الناس كلها بيتم المرور على المساكن. بنزود شويه دلوقتي كمان في اعداد المحصلين من خلال ان احنا بننقل الناس في انشطه داخل الشركه الى انشطه التحصيل، وفي دلوقتي حضرتك في رقابه اكتر، وفي نفس الوقت الشركه اللي عملت حضرتك في ارقام على الفاتوره، في عن طريق النت، في الابلاغ من خلال التليفون عشان ما يحصلش تراكمات في الاستهلاك. طيب الاسعار اعتقد ان ما فيش اي نيه لتحريك اسعار الغاز. الاسعار حضرتك انا بس عايز اوضح حاجه. احنا مش عايزين كل شويه نقول نيه لتغيير الاسعار، نيه في برنامج للحكومه قدمته ووافق عليه مجلس النواب. تمام. اسعار الغاز حضرتك زي ما هي، اسعار المنتجات البتروليه موجوده زي ما هي، ما نقدرش. احنا بس بنحب نطمن، بحب بس نطمن الناس. انا معاك بس بيحصل يعني عشان في ناس حضرتك مش متخيل، في ناس بتكتب على السوشيال ميديا ان ده هيغلى وده هيغلى وده حابين نطمن الناس من المسؤول نفسه. انا ما حضرتك بس برضه احنا طلعنا طمنا الناس. تمام. واتكلمنا الاسبوع اللي فات، بس انا هقول لحضرتك برضك حاجه مهمه، وانا عارف ان انت حريص على استقرار السوق. البترول الوقود بصفه عامه غير الكهرباء. الكهرباء انا اقدر اعمل في خطه خلال 10 سنين اقول كل سنه هزود قد كده قد كده، انما اسعار المواد البتروليه متغيره كل ساعه كل يوم. البنزين حضرتك لو انا جيت قلت للناس ان انا هعمل بعد الساعه واحده زيادات في الاسعار قد كده، هتبص تلاقي كل المحطات و2400 محطه توقفت. تمام. عن البيع، لان لازم يتم جرد المحطات وجرد المستودعات الرئيسيه نعرف، لان طبعا بيبقى في كميات كبيره في المحطات. تمام. بالاف اللترات وملايين اللترات. فطبعا هو الاعلان عن اي شيء ليه اجراءات، لكن الفتره دي حضرتك في برنامج للحكومه، واحنا هم طلع ناس قال لك في خلال 3 سنين الدعم هيتشال. لا، الدعم الكلام دوت كلام اجتهادات شخصيه. ممتاز. ده كلام نشكر حضرتك عليه. ولا خلينا نقول بصراحه بقى ان اديكم حقكم، يعني فاتوره الغاز بصراحه زي الفل، يا ريت كل الفواتير تيجي زي فاتوره الغاز بصراحه يعني. شكرا جزيلا، شرفتني السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول.